المنطقة، وهذه النقطة التي نقف فيها تبعد عن طابة نحو 250 كيلو مترا في هذا الاتجاه، الاتجاه الجنوب، وفي اتجاه الشمال تقع رفع على بعد 200 كيلو تقريبا وفقا لما أبلغنا الأهالي في هذا الاتجاه. إذا سرنا في هذا الاتجاه قناة السويس، هذه هي الحفرة التي كان المواطن المصري وفقا لما أبلغنا الأهالي وأقاربه يسير بدراجته البخارية، والطائرة الإسرائيلية وفقا لرواياتهم استهدفته في هذا المكان، فأحدثت هذه الحفرة كما نرى هذه الحفرة الآن. يعني هذه الحفرة هي أحدثتها الطائرة، وقد تم دفن هذا المواطن المصري. نجد هنا بعض بقايا الدراجة البخارية التي كان يركبها، يعني هذا من بقايا الدراجة البخارية التي كان يركبها المواطن المصري، هي يعني تكسرت تماما. أيضا نجد هنا قطع معدنية أخرى، أيضا هذه من بقايا الدراجة البخارية التي كان يركبها المواطن المصري، وتزعم إسرائيل أو تقول أنه قائد لمنطقة جهادية، وهذا أيضا من بقايا الدراجة البخارية التي كان يركبها. المنطقة عبارة عن يعني هذه بقايا للدراجة البخارية، وهذه أيضا بقايا من الدراجة البخارية، وهذه أيضا من بقايا الدراجة البخارية، وهذه يبدو طبعا هو وفقا لما أبلغنا أسرته هو تحول إلى أشلاء وتم دفنه. يعني نلاحظ قطع نحاسية وحديدية هنا، وهذه واضح أنها يعني تفحمت تماما تقريبا من آثار الكاوتش. معنا أبو يوسف وهو من أقارب القتيل، وهذه أيضا من آثار الدراجة البخارية التي كان يركبها المواطن المصري، وهذا سلك أيضا من الموتوسيكل. نعم، نحن الآن سنتجه إلى آثار إلى باقي أيضا هنا بعض الآثار. هذه هي الآثار الدراجة، وهذه بقايا الدراجة. ده الصاروخ ولا ده بقايا الصاروخ؟ معنا أبو يوسف وهو اتحاق عم الله يرحمه اللي توفى. محمد إبراهيم. أيوه. ده إيه، بقايا الصاروخ ولا بقايا؟ لا، بقايا قطع الصاروخ هذه. خلينا في الشمس. ده بقايا الصاروخ. ده بقايا الصاروخ. لو شرحت للمشاهدين تفاصيل الحادث. عند الساعة 9:30 أو 10 إجا صباحا. نعم. إجا من هذا المكان البيت نازل على المحلات. نعم. كان مستهدف من طائرة من رنانة. طائرة رنانة، يعني طائرة بدون طيار؟ بدون طيار. وكان في وقت الآن التوقيت بالضبط قبل بربع ساعة وبعد بربع ساعة، قطع الإرسال تماما. إرسال هنا لا توجد، لا يوجد إرسال لشبكات المحمول المصرية الثلاث، توجد الإرسال الإسرائيلي يصل إلى هنا؟ أي نعم، كل الأورنج بس. نعم. كل شغال على الأورنج. وهذا الإرسال قطع قبل ما يجي وبعد اللي قبل وبعد. نعم. كان نص ساعة قاطع. نعم. بسبب الشبكة هذه هي الموجودة الأورنج بتحكم في هذه المنطقة بسبب إرسال الأورنج. نعم. غائبة تماما الشبكة المصرية. يعني الشبكات المصرية غير موجودة، فأنتم يعني نحن كنا نحاول الاتصال منذ قليل الاتصالات، واضح أن الشبكة الإسرائيلية هي التي تأتي لدينا. نعم، هي اللي احنا عايشين في بالنسبة للشبكة في مستقبل مبهم. الشبكة لا توجد. أثناء هو سيره بالدراجة البخارية أطلقوا على الطائرة بدون طائرة، أطلقت عليه صاروخ. صاروخ. فلقينا أجزاء منه. باقي الجثة سمعنا منكم، اتفضل. على 500 متر أو أكثر. نعم. لمينا الأشلاء على 500 متر أو أكثر. في هذا الاتجاه. في هذا الاتجاه. يعني نحن الآن نسير في الاتجاه الذي. أيوه. قطع المستكل احنا حنشوفها واحنا ماشيين. ايوه. اخذ على 500 متر او 6 متر او اكثر يعني. الجثة. هل تبقى منها شيء؟ اشياء قليلة. نعم. اشياء قليلة. هو عمره كم سنة فندم؟ والله هو 35 سنة. 35 متزوج. متزوج وعنده 6 اطفال. هذه ايضا بقايا. لحظة. نعم. من بقايا الصاروخ. نعم. 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 نسير للامام. نسير. ايوه تفضل. نسير قدام شوية. ايوه. عشان. ايوه. نوجد باقي القطع الكل الكاملة. أيوه. نوجد القطع كاملة قدام شوية. أيوه. فسبحان الله تعالى احنا ما نعرف يعني هذه المنطقة مخترقة، صارت أمنيا مخترقة تماما. طيب هو يعني حضرتك يعني كيف تم اغتياله يعني؟
تم اغتياله وماشي. يعني كيف طائرة بدون طيار تستهدفه؟ طيارة رنانة بغير طيار. كيف استهدفت؟ كيف وصلت إليه؟ أكيد عن طريق الشبكة. نعم. أكيد عن طريق الشبكة أو عن طريق العملاء. نعم. لأن العملاء لهم خبرة. نعم. هنا توجد بجد أثار سيارة. كيف سيارة؟ سيارة ماشي. يمشي. نعم. سيارة من الأهالي يعني. فضل. فهنا الخبرات الإسرائيلية والعملاء مع إسرائيل. نعم. مخترقين المنطقة تماماً. نعم. تماماً 100%. نعم. ف ما وصلوا الا بهدف، فهو كان معلش اي حاجه يعني، كان من قيمه كم يوم. ايوه. قالوا مطلوب. ايوه. راح الاتجاه. مين اللي قال انه مطلوب؟ قال عنه مطلوب، قالوا من عمر مصر عاوزينه. الشرطه المصريه. الشرطه المصريه عاوزاه. نعم. فراح لعندهم. نعم. قعد يومين. يعني هو اعتقل من الشرطه او هو ذهب الى الشرطه المصريه. اي نعم، عشان يبرر. منذ يومين قبل الحادث. عشان يبرر نفسه من اي شبهه. نعم. فقعد عندهم يومين 24 ساعه. في هذا الاتجاه؟ اتجاه. نعم. ولم يحصل ما عنده اي غلط. نعم. فالشرطة المصرية مشكورة سابة تروح البيت. نعم. فثاني يوم اغتلوه. ايوه. اسرائيل اغتلت ثاني يوم. انتوا كيف عرفتم انها طائرة اسرائيلية؟ لانها ما فيش طائرة مصرية، صوتها. أيوه. رنان معروف. صوتها انتوا رأيتموها؟ لا، صوتها رنان عالية شوية في السماء. لا شافوها، في ناس شافوها. نعم. انا ما كنتش موجود. طيب يعني بعض الاهالي قالوا انه كان. نعم. هناك يعني شخص تابع لاسرائيل او ما الى ذلك قام بتركيب جهاز محمول في الدراجه. هذه ايضا من قطع البقايا الدراجه البخاريه التي كان يستقلها المواطن المصري. وهذا هو التانك. هذا هو التانك البنزين. نعم. وهذا الكوتش. وهو انتوا وجدتوه في المكان ده؟ وجدناه مكان، وبعد قدام شوي في قطع من هناك قدام شوي لسه، وباقي هناك قطع من الموتوسيكل في ايضا في هذا الاتجاه. يعني واضح ان يعني احد الاهالي يقول المسافه التي استجليها تقريبا 400 متر. ايوه. طب بعض الاهالي قالوا انه اسرائيل ركبت له هاتف محمول في الدراجه بحيث تستهدفه، ماذا صحه ذلك؟ والله اعلم، الله اعلم. نعم. لان هذا بوجود في المخابرات الشين بيت الاسرائيليه ماهر في هذا تماما. نعم. فالساق المغناطيس على مستكل او سياره حتى تبلغ الطائره الهدف المطلوب منه. نعم. وهذا خبره تعلمناه وعرفناه من الانباء دائما على التلفزيون في غزه، كانت التجربه في غزه. نعم. اخذنا التجربه من غزه. هذه ايضا من بقايا الدراجه البخاريه للمواطن المصري. يعني واضح ان الاشلاء او الاشلاء وكذلك الدراجه، حتى الدراجه نفسها وهي يعني بقى قطع حديد ونحاس وما الى ذلك انتقلت الى مسافه كبيره جدا. نعم. سنعود اليك ابو يوسف مره اخرى، ابقى معنا. معنا ايضا احد شرب بحضرتك فندم، انت من اهل المنطقه؟ اهل منطقتنا. انت رايت الطياره؟ راوها، في ناس راوها، كان شافوها قبل الضربه بحوالي نص ساعه كده، وهي كانت اتجاه الحدود بترن. اليد الخاصة هذه يعني كما نشاهد، نعم هذه كما نشاهد، ده يعني هذه تقريبا مقود القيادة، وهذه أيضا باقي آثار الدراجة. ويعني يشير إلينا الأهالي هنا أن هناك آثار للدراجة لا تزال في. تفضل فندم. هل هناك من رأوا هذه الطائرة بدون طيار؟ قبل بنص ساعة كان سمعين صوتها عن حيث الحدود. أيوة. وبعد ما سمعوه بنص ساعة صارت قطعوا الإرسال الأورنج، وبعد ما شبكة الجوال الإسرائيلي أو المحمول الإسرائيلي قطعوها من قبل بنص ساعة. أيوة. والضربة صارت حوالي 9:30 10. أيوة. وبعد ما ضربوا خلوه مقطوع حوالي يكون ربع ساعة وشغلوا الشبكة تاني. نعم. حضرتك يعني المنطقة التي نحن فيها الآن يعني شبه صحراء، يعني توجد بيوت متناثرة في أماكن بعيدة، كيف عرفتم بالحادث أو بمقتل اسمه المتوفي يا فندم؟ إبراهيم عويضة ناصر. الأستاذ إبراهيم؟ إبراهيم. نعم. يعني كيف عرفتم بمقتله؟ والمنطقة هنا يعني شبه صحراوية، البيوت في أماكن متناثرة. كان في صوت انفجار شديد خالص، كان بيهز يعني البيوت كانت تدمر. نعم. من صوت الانفجار. الناس طلعت برا البيوت، صافت الدخان تبع الصاروخ، راحوا للمكان شافوا قطع اللحم تاع الراجل وقطع المكنه اللي راكب عليها البستيكل. نعم. وامه كانت بتصوت بتقول كان ابني في الحته هذه ماشي بالدراجه في الحته هذه. والدته؟ والدته. نعم. وهذه ايضا باقي قطع الدراجه البخاريه التي كان
يعني يركبها المواطن المصري إبراهيم عويضة الذي استهدفته طائرة إسرائيلية هنا على بعد من 18 كيلومترا من الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة أو إسرائيل. وكما وفقا لرواية الأهالي فإن هناك طائرة استهدفتهم. نعم، هنا في هل هناك أي شيء في هذا الاتجاه الذي نسير فيه؟ في إيه؟ في شظايا الموتور تبع المكنة يعني رايح حوالي 500 متر عن المكان. في باقي هناك لا تزال هناك شظايا، والجثة كانت من كمان جنبه كانت من قطع منها. يعني هو الجثة كلها كانت في مكان واحد أم؟ مكان واحد، لمناها يعني قطع كلها صغيرة رايح ما فيش. نعم. وهذا مكان باقي القطع الدراجة. نعم. طب حضرتك إبراهيم، نحن في منطقة تسمى خريزة. تسمى خريزة. أنتوا جميعا من أهالي خريزة. كلنا من أهالي خريزة. نعم. طيب إبراهيم، حضرتك يعني هل سبق له مثلا أن ذهب إلى فلسطين المحتلة أو إسرائيل أو ما إلى ذلك؟ يعني كيف تعرفت على إسرائيل؟ لا، ما ذهبش لإسرائيل هو ولا ذهب حاجة. كانت الشرطة المصرية كان في يعني عليه اشتباهات وراح ليهم من قيمة يومين وقعد عندهم 24 ساعة وما لقيوش عليه حاجة. يعني ما فيش يعني الشرطة المصرية أطلقت سراح. أطلقت سراح وما فيش حاجة كشفت، يعني ما فيش حاجة عليه، ما فيش لا أحكام ولا يعني الشبهات عليه ما فيش. نعم. وسابوه روح ليومين. روح هو تم اغتياله او قتله بعد 24 ساعه من اطلاق الشرطه المصريه لصراحه. من جيب اربعه يعني من نعم من جيب من 24 ساعه سابته الشرطه المصريه، بعدين قتلت الطياره الاسرائيليه هذه. لازلنا نسير في اتجاه بقايا الدراجة البخارية التي كان يركبها المواطن المصري إبراهيم عويضة الذي اختلته طائرة إسرائيلية بدون طيار، كما يقول الأهالي هنا في منطقة خريزة على الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة أو إسرائيل. تفضل. أهو القطع. بقايا هذا هو الموتور. هذا البقايا الدراجة اللي كان راكب عليها. يعني شوف مكان قديش حوالي يعني تبعد 500 متر 600 متر عن المكان. هذا هو موتور الدراجة البخارية كما نشاهده. هذا هو الموتور. هذا هو الموتور، موتور الدراجة البخارية. وهذه هي بعض البقايا كما نشاهد. وهنا أيضا واضح أن هذا هو المقود تقريبا. نعم، هذا هو مقود الدراجة البخارية. نعم، ووفقا لما أبلغنا الأهالي فإن المواطن إبراهيم عوضة الذي تم استهدافه هو منزله أيضا بالقرب من هنا تقريبا مسافة 500 متر. أبو يوسف، حضرتك عم القتيل، حضرتك هل سبق له يعني أن زار إسرائيل أو كيف تعرفت عليه إسرائيل؟ كلا، لم يزور إسرائيل ولا حياتي خطط زور إسرائيل خالص. فتعرفت عليه إسرائيل من طريق العملاء والمصريين لإسرائيل في سيناء. نعم. المتواجدين العملاء من مصر عملاء لإسرائيل في سيناء تواصل من هذا الطريق. نعم. واحنا نحمل المخابرات المصرية كل ذلك. نعم. يعني لم تقوم بل كفاية لاعتقال اختراق أمني. أي نعم، اختراق يعني أمني في الظهر الأحمر ولم ترفع أي كائن عن المخابرات المصرية. طب حضرتك يعني ما تقول إسرائيل بأنه قائد لمجموعة جهادية أو ما إلى ذلك؟ ماذا صح ذلك؟ لا، إنه غير صحيح. ولو كان صحيح لكان المخابرات المصرية أدرى به. يعني كانت سبيته ولا كان لو فعل جريمه كان حاسبوه عليها. هل اعتقل من قبل؟ لم يعتقل ولا مره. وانظف خط سير في حياته، دائما سير سليم، ما سوى اي غلطه. نعم. هو حصل على مويل تعليمي او ايه؟ ثانويه عامه. طيب نحن الان في هذه المنطقه، اقرب قسم شرطه اين يقع؟ ما في قسم شرطه، القصيمه كانت مهجوره والحسنه مهجوره منها. قسم الشرطه في القصيمه اثناء قدومنا لم يكن به اي اثار لرجال الشرطه. ما في. بعد الثوره لم يكن. ما في. طيب اقرب اسم شرطه يعني. احنا عايشين هنا في مجتمع بيقودنا للمجهول. طيب منذ حدوث الواقعه في التاسعه صباحا او في العاشره صباحا هل جاء رجال الشرطه او ما الى ذلك؟ لم نوجد اي واحد. هي المسافه الطريق يعني مشاهدينا الطريق اسفلت وهو مرصوف وسهل وكل شيء، لكن المسافه طويله جدا جدا. يعني 140 كيلو عريش. انا معي سياره مرسيدس 75 بم بجيبها في ساعه ونص من العريش هنا. لكن يعني اقصد غير ماهوله بالسكان او ما الى ذلك. لا، معهوله المنطقه هذه معقوله، يعني كل البيوت يعني هناك منازل متناثره على مسافات متناثره ولو حب هذا الى اجوا زمان. نعم. لكن ما لم يوجد. طيب هل سبق اعتقاله من قبل في عهد حسني مبارك؟ كلا. يعني هذه اول مره يتم اعتقاله؟ مره
ينطلب وراح لهم ما عندهم. طيب مباحث امن الدوله لها والامن الوطني لها مرشدين هنا؟ والله الهم لا ما فيش الهم، الهم كانوا في العهد الفاشي زمان الهم. نعم. في العهد الفاشي وعهد مبارك كانوا الهم. في مرشدين. المرشد تاع اسرائيل كان هنا بيصل عند المخابرات الحربيه وبياكل انظف صينيه وبيتعشى معاهم. نعم. واللي بيقول اللي ما عندوش جريمه وبيقول لا لا الفجر بيصلي الفجر هذا هو اللي بيتقن. نعم. احنا اضطهادنا في سيناء اوسخ اضطهاد في العالم. نعم. ابو يوسف يعني سنتوجه مشاهدينا الان مع الى منزل في هناك مناطق. نعم. الموقف محسن. كوم اطفال، ستة اطفال ومرأة وشيخ كبير وام عجوز كبيرة، مش هروح حتى مش هروح بك عليهم. نعم. لان الموقف محرج ومحزن جدا. هناك بعض القطع الاخرى او نسير في هذا الاتجاه، في قطع اخرى هنا، في قطع اخرى للدراجة البخارية التي كان يركبها المواطن ابراهيم عويضة. في هنا قطع اخرى هنا، يعني في ايضا هذه قطعه، ده واضح ان دي كانت في المطور. هذا هو المطور، يعني هذه قطعه اخرى للدراجه البخاريه المطور. نعم. بالنسبه لك كما رايت قطع حديد، لما كسر القطع هذه قطع لحم. نعم. قطع اللحم اللي لمناه متشابه بقطع الحديد. على بعد. يعني نحن لو راينا هذه المسافه من هنا لهذه السيارات، المسافه كبيره جدا تصل الى 500 متر او 600 متر من هنا. هناك قطع اخرى، يعني الاهالي يرشدوننا الى قطع اخرى ايضا للدراجه البخاريه. طب ابو يوسف حضرتك، هل سبق لاسرائيل ان استهدفت اي مواطن مصري هنا؟ هنا لا، اول مره. اول مره. اول مره. اول مره. بيتم الاستدراج. بيتم الاستدراج للحدود. استدراج ازاي؟ استدراج لما واحد بيسد رجول عند الحدود. بيغروه مفتوح الحدود، يعني طبيعه الحدود بين مصر واسرائيل في هذه المنطقه. سلك شائك ولا سائك. اسرائيل لا ما تقولش، اسرائيل على اللي عاوز بتعديه ولا اللي عاوز بترد. يعني هناك سلك شائك. هناك سلك شائك ولا كان امني مفلوت. نعم. يعني سهل العبور الى داخل اسرائيل. سهل سهل للعملاء، سهل، بيروح بيصر في السبعه ويجي ينام ثاني هنا. العملاء يذهب الى مدينه بئر السابع في صحراء النقب. العملاء بيطلع من هنا بيسهر في اسرائيل وبيرجع هنا ثاني. نعم. العملاء البصريين اللي بعضهم في طرق اسفلت او ما في طرق اسفلت ولا كانت طرق قريبه. نعم. والسيارات دفع رباعي سهله. نعم. هل هناك منفذ يعني عبور بين مصر واسرائيل في هذه المنطقه التي نقف فيها هنا؟ لم يوجد. لا يوجد. لا يوجد. منفذ العوجه تقريبا اقرب منفذ؟ ما اقرب حاجه العوجه وما حد ما لهش لازمه. ليه بقى؟ تبع فلسطين، تبع غزه. منفذ العوجه تبع غزه. بالنسبه للمنطقه هذه كلها ما في اي منفذ الا منفذ التهريب بس. نعم. في قطع اخرى تحاك من المنطقه برضو، يعني الاهالي يعني يرشدوننا الى قطع اخرى في هذه المنطقه، وهي منطقه صحراويه تقع على الحدود بين مصر وفلسطين المحتله او اسرائيل حاليا بمسافه تصل الى 18 كيلو مترا، وفي الجنوب طابع على بعد 250 كيلو مترا، وفي الشمال رفح على بعد 200 كيلو متر تقريبا. وهذه المنطقة تعرف بمنطقة خريزة، وهذه أيضا يعني إحدى قطع الدراجة البخارية التي كان يركبها المواطن إبراهيم عويضة. تقول إسرائيل إنه كان قائدا لمجموعة جهادية، وهو ما يكذبه الأهالي هنا، ويقولون إنه إن الشرطة المصرية استدعته استدعته الى العريش ولا الى العريش قسم الشرطه العريش؟ العريش الى العريش طبعا. نعم. وقعد عندهم 24 ساعه وسبوه يروح، ما عليه اي حاجه. نعم. سيادتك لو عليه حاجه ما سبوه. نعم. نشكرك ابو يوسف. في قطع اخرى؟ نعم. يعني واضح ان القطع تناثرت على يعني محيط تقريبا. طيب انتوا كيف يعني عرفتوا من نعم يعني تقريبا على محيط كيلو القطع الموتوسيكل وجثه ايضا او اشلاء المواطن المصري ابراهيم عويضه تنثرت في هذا المكان. طب يعني لماذا لم تطلب اسرائيل من مصر اعتقاله بدلا من ان تضربه او تستهدفه بصاروخ؟ ما لما مصر ما سبقت لي حاجه سبوا، قال لك هم سبوا بعد ما سبقت لي والله. نعم. بعد المصريين ما سبوه ما عليه حاجه راح اقتلهم. في قطع اخرى ايضا للدراجه البخاريه. نعم.
نعم، وهذا هو شكمان الدراجة البخارية. نعم. نعم. في ايه هنا؟ في قطع اخرى على بعد 500 متر، يعني الوقت لا يتسع. والان نترككم مع هذه الصور لمنطقة الخريزة التي شهدت اطلاق صاروخ من طائرة اسرائيلية بدون طيار، و راح ضحيتها المواطن المصري إبراهيم عودة هنا في وسط سيناء أو على الحدود ما بين مصر وإسرائيل. النقرة التي أو الحفرة التي أحدثها الصاروخ الذي انطلق من سيارة إسرائيلية على المواطن المصري إبراهيم عويضة، ونحن الآن نتجه إلى منزله حيث كنا في مكان الحادث. والمنطقة كما نراها هنا يعني بها حشائش، وهي عبارة عن يعني مرتفعات وتلال صغيرة، وكما نرى هناك يعني بيوت صغيرة على أماكن بعيدة متناثرة. ويعني في نحن الآن هذا هو منزل القتيل الذي اغتالته إسرائيل. يعني هذه المنطقة كما نرى صحراوية، معنا أحد أبناء المنطقة. يعني هل لديكم هنا مياه شرب؟ نعم في مياه، بس على بعد حوالي 15 كيلو بس من هنا. 15 كيلو؟ بتشربوا منين؟ نشربها يعني بنجيب على السيارة مية، وبنجيب بأي وسيلة تانية. يعني من أين تأتيكم مياه الشرب؟ من أين يعني في تانك هنا، وحوالي المواطنين يعني ينفع كل 10 أيام بيجي لك يمكن 2 متر مية. كل 10 أيام؟ كل 10 أيام يمكن 2 متر مية بس يعني. نعم. طيب ده بالنسبة للمياه، لكن كيف تعيشون؟ يعني من أين تأكلون؟ ما هي الماشية أو الحيوانات التي تربونها؟ ما فيش والله حيوانات، كان في الإبل البعران اللي بيقولوا البعران والغنم، الحين ما فيش ولا حاجة والله. يعني كان واحد موظف او حاجه كده، ما فيش حتى وظائف، حاجه قليله خالص يعني. نعم. ما فيش يعني وظائف. احنا بنشاهد يعني هنا بعض على الارض، يعني هناك يعني بعض الحجاره السمراء. ما هذه الحجاره؟ هذه طبيعه، هذه طبيعه الارض. تميل للون البني، عباره عن ايه الحجاره دي؟ دي هذا طب صوان، بيقول عنه صوان. صوان؟ صوان. نعم. طيب اللي بعض الحشائش اللي احنا بنشاهدها على يعني في الاماكن المنخفضه، هل هذا هو منزل القتيل؟ هذا هو المنزل. خيمه ام هو بيت؟ هذا نظام خيمه كده بيقعد فيه. هذا هو المنزل؟ خيمه؟ هذا هو المنزل. وهذا بيت، هذا منزل امه، الخيمه بتاعته، والدته وامه. الخيمه الاخرى. نعم. يعني وهذا الاطفال بتاعهم. وهؤلاء هم أطفاله. سوف نترجل من السيارة وننزل إلى منزله. هو يملك دراجة نارية. ويعني الآن هؤلاء بعض أطفال المواطن إبراهيم عويضة الذي اغتالته طائرة إسرائيلية بصاروخ. اسمك إيه يا أمورة؟ يسرى. يسرى؟ ازيك يا يسرى؟ عندك كم سنة يا يسرى؟ سبع. سبع سنين؟ أه. أنت أصغر من كده يا يسرى. أربع سنين. أنت تعرفي إيه اللي حصل النهاردة يا يسرى؟ وسع من الشمس. أيوه، إيه اللي حصل؟ تعرفي؟ لا. ما تعرفيش اللي حصل؟ لا. وما تعرفيش بابا فين؟ لا. ما تعرفيش؟ خالص؟ نعم. وانت اسمك ايه؟ اسمي يوسف. يوسف؟ عندك كم سنة يوسف؟ عندها ست. عندك ست سنين. ست سنين؟ يعني سن الدكتور اقل من كده. طب يوسف انت عاوز تطلع ايه؟ عاوز تطلع ايه يا يوسف؟ عاوز تشتغل ايه؟ يعني اشتغل. عاوز تشتغل مهندس؟ لا. ايه؟ لا. مش عاوز تشتغل حاجة خالص؟ لا. عاوز تشتغل ايه؟ لا. مش عايز تشتغل. وانت عايز تشتغل ايه يا يسرى؟ عايز تشتغل ايه؟ ما تكبر تشتغل ايه؟ طيب معنى اسمك ايه؟ ندى. ندى انت في سنة كام؟ عندي 10. 10 سنوات؟ انت في المدرسة؟ في سنة كام؟
سنة خمسة. خمسة ابتدائي؟ لما تكبر عايز تطلعي يا ندى؟ اطلع دكتورة. عايز تطلعي طبيبة؟ ربنا يوفقك، ذاكر بقى يا ندى واجتهدي كده عشان ربنا يوفقك بإذن الله. ماشي. أنا أشكرك يا ندى. بابا فين يا ندى؟ بابا أيوه. بابا جاله صروف. من إيه؟ من الناحية هي. أنت شفتيه ولا سمعته إيه؟ احنا قاشروا الصاروخ فات من فوق روسنا. فات من فوق روسكو؟ انتوا سمعتوا الصوت ولا ايه اللي حصل بالظبط يا ندى؟ فات الصاروخ من فوق الروس قاشو طفقع في البلاد. ايوه جه فين؟ وقع في الارض؟ نعم. شكرا ندى، ذاكر يا ندى واجتهدي حتى تصبحي طبيبه باذن الله ان شاء الله. تقول ايه للشعب المصري؟ نشكرك يا ندى، شكرا. يعني مشاهدينا كما نشاهد هذا هو منزل المواطن ابراهيم عويضه الذي استهدفه صاروخ من طائره اسرائيليه بدون طيار كما يقول اوائل الاهالي وفقا لرواياتهم. ما شاهدناه منذ قليل كان المضيفه، هو عباره عن خيمه المضيفه او المكان الذي كان يستقبل فيه ضيوفه. من الواضح هنا يعني في طبق لي او لاقه هواء للاقمار الصناعيه خاص بجهاز الارسال التلفزيوني والاذاعي، وفي يبدو هنا في هذه المنطقه كهرباء. لم توجد كهرباء الا مواتير. بيشغلوا التلفزيون عليه على مواتير خاصه في يعني المواتير. احد المواتير الكهرباء او مولدات الكهرباء نشاهده هنا. ايضا تقريبا في خزان مياه. نعم خزان مياه، وثاني خزان ده اللي على الشفراخ الثالث. نعم ده خزان مياه. طب يعني من اين يتم ملء هذا الخزان؟ المجهود الزياده فناطيس مياه. فناطيس مياه تيجي من اين؟ تيجي يعني من الحكومه، من اقرب مكان الاقصيمه يعني. نعم احنا بنشاهد حمام يعني بيحوم حول هذه العشه. طيب في على في هذا الاتجاه ايضا مباني ارتفاعها بسيط، دي عباره عن ايه؟ يعني عش فراخ والله. عش فراخ. عش فراخ حمام يعني. نعم ايضا هنا بعض العشش الخاصه بالحمام. هنا ايضا نشاهد بعض عشش الحمام في هذا الاتجاه. نعم فينا عشش، فينا حمام، في هنا يعني في هنا ده يعني العدد لا يتجاوز 4 حمامات فقط. واضح ان فينا 4 حمامات. دي ملك المواطن الله يرحمه اللي توفى، ويعني احدى الحمامات او فراخ الحمامات يعني من الواضح ان هي توفيت في او نعم. وهذه عشه اخرى عباره عن ايه في العشه الاخرى؟ يعني فراخ. فراخ تقريبا. فراخ ايضا. اذا مواطنينا كانت هذه تغطيه لحادث استهداف مواطن مصري بصاروخ من طائره اسرائيليه بدون طيار. تقول اسرائيل انه قائد لجماعه جهاديه، لكن اقاربه واهله من قريه خريزه هنا او منطقه خريزه في هذه المنطقه على الحدود يقولون انه ليس له اي نشاط، وان الشرطه المصريه استدعته منذ يومين فذهب الى العريش واقرب قسم شرطه من الى هنا، واخلت سبيله منذ 24 ساعه بعدها استهدفته اسرائيل بصاروخ. وهم لا يعرفون كيف تمكنت اسرائيل من تحديد الدراجه البخاريه التي كان يركبها اثناء خروجه من منزله. البعض يقول انه من خلال انها زرعت هاتف محمول في هذه الدراجه البخاريه واطلقت الصاروخ عليه، والبعض يقول مغناطيس، والمساله غير واضحه بالنسبه لهم. ايضا المنطقه التي نحن فيها الان هي على بعد 8 أو 15 كيلومتر من الحدود، أو 18 كيلومتر من الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة أو إسرائيل، وفي الجنوب طابة، وفي الشمال منطقة رفح.